السلام عليكم. هنشوف أداة من أدوات Edit Software اللي هي Quick Select. ممكن هنا تيجي تقول له أنا عايز الأكتف أو الإنتر بروجكت. أكتف فيو الفيو اللي أنت واقف فيه بس، إنتر بروجكت كله، ودي طبعا الكاتيجوري. ممكن تقول له أنا عايز أعمل سيلكت كل الول اللي موجودة في المشروع، بعمل لهم كلهم مرة واحدة، كل الستيرز، كل السايت وهكذا، فاعمل ألف سيلكت كل مرة واحدة. طيب دي على فكرة ممكن تعملها لو علمت على المشروع كله واخترت فلتر، تمام. بس لو مشروع تقيل بيهني مع شوية. بس في ميزة برضو موجودة هنا، إن أنا ممكن أقول له أنا عايز سيرش على الحاجات اللي فيها حرف البي مثلا، أو تكتب كلمة، ممكن يكون مثلا كلمة مثلا أرب أو أي حاجة، فيبدأ يجيب كل الحاجات اللي فيها حرف البي بس، تمام. ممكن تقول له أنا عايز الحاجات اللي فيها حرف مثلا سي، أو الكلمة كلها مثلا، كلمة ايجنت مثلا، أو أي كلمة أنت شايف إنها موجودة في بعض الحاجات، هتعمل سيلكت على الغرف اللي فيها كلمة معينة، تمام. فدي خاصية حلوة، لو أنت مثلا عارف إن مثلا عندك غرف اسمها بيدروم، فهتكتب مثلا روم مثلا، لو تعمل سيرش فيبدأ يجيب لك إن في عندي في الروم تاج وفي الروم وفي اللاين. طيب الروم أهوت، فيبدأ يجيب لك الغرف اللي موجودة، البليست والنوت بليست، يبدأ يجيبهم لك. طبعا أهم حاجة بالنسبة لنا البليست، فتقدر تعمل سيلكت عليهم كلهم، أو تعمل سيلكت على النوت بليست وتلغيهم، اللي هي الحاجات اللي مش موجودة في غرفة مغلقة. فدي مزايا كويسة في الأداة.